هل لديك مفهوم محدد وواضح عن الشخصية الناضجة؟ يعتقد الكثير من الناس أن النضج يأتي كنتيجة حتمية للتقدم في السن، وذلك بناء على حقيقة أن كبار السن لديهم المزيد من الوقت والفرص لخوض تجارب ومواقف أكثر بكثير من الأشخاص الأصغر سنا. ومع ذلك في علم النفس يعرف النضج على أنه قدرة الشخص على الاستجابة لموقف أو بيئة ما بأنسب طريقة. هناك العديد من الحالات التي يتصرف فيها الأشخاص من فئة عمرية معينة بطريقة أكثر نضجا مما هو متوقع منهم في الحقيقة. قد تكون هناك أوقات تشعر فيها بأنك في المكان الخطأ لأنك لا تهتم بنفس الأشياء التي يهتم بها أقرانك، ولكن أن تكون أكثر نضجا من الآخرين هو أمر جيد حقا، لأنك ستكون أفضل في التعامل مع المواقف المختلفة والتكيف مع البيئات المختلفة. لذا إذا كنت مهتما بمعرفة ما إذا كنت أكثر نضجا من الآخرين فاستمر في الاستماع. أولا، أنت تتعامل مع وقتك بجدية أكبر. إلى أي مدى أنت جيد في التعامل مع وقتك؟ إذا كنت تأخذ وقتك على محمل الجد وتقوم بإدارته بطريقة التي تمكنك من استخدامه بكفاءة وفعالية، فأنت على الأرجح أكثر نضجا من الآخرين. لقد أدركت أن الوقت ثمين للغاية وأنك تكره تضييعه، ومثلما ينطبق هذا على وقتك فإنه ينطبق على وقت الآخرين أيضا. بمعنى آخر، أنت الآن تقضي وقتا أقل في القيام بأشياء لا تساعدك على المضي قدما نحو تحقيق أهدافك. أنت تعلم أيضا أن تخصيص بعض الوقت للهوايات أو الأشياء التي تساعدك على الاسترخاء أمر مهم للغاية. لا تحب أن تتأخر عن الاجتماعات لأنك تحترم وتقدر وقت الآخرين. ثانيا، أنت تحتضن المسؤولية. هل تشعر بأنه كلما تقدمت في السن كلما زادت مسؤولياتك؟ هذا هو أحد أكثر المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى الناس. في الواقع تأتي المسؤولية كنتيجة للخبرة وليس السن. لذلك إذا كنت شخصا يتحمل المسؤولية وبغض النظر عن سنك فيمكن اعتبارك أكثر نضجا من الآخرين. تجد نفسك تواجه هذه المسؤوليات بشكل مباشر بدلا من الهروب المستمر منها وتأجيلها. أنت تفضل إنجاز المهام من ثم الاسترخاء بعقل صاف بدلا من التهرب منها وتركها دون تغيير والقيام بشيء آخر لإلهاء نفسك. ثالثا، أنت تحترم آراء الجميع. ما مدى مرونتك في الاستماع إلى أفكار وآراء الآخرين؟ واحدة من أكبر العلامات التي تدل على أنك أكثر نضجا من الآخرين هي الانفتاح والاحترام الذي تبديه تجاه آراء الآخرين. لقد فهمت أخيرا بأن آراء الجميع هي آراء شخصية تحتمل الصواب والخطأ، وجميعها مبني على المنظور الذي يرى الناس الأشياء من خلاله. ستؤدي القدرة على قبول آراء الآخرين واحترامها إلى إزالة أي نوع من الدراما الغير ضرورية في حياتك، كما ستساعدك على اكتساب احترام الآخرين. رابعاً، أنت مسؤول عن عواطفك. هل تسمح لنفسك أحياناً بالانجراف وراء عواطفك ومشاعرك؟ في حين أنه من الصحيح أن تجاهل مشاعرك وعواطفك أمر سيء، إلا أنه يجب عدم السماح لها بالسيطرة عليك تماما وخاصة عند اتخاذ القرارات. إذا كنت مسؤولا عن عواطفك فأنت أكثر نضجا من معظم الناس. يمكن أن يكون لعواطفك الخارجة عن السيطرة آثار سلبية على صحتك العاطفية وعلاقاتك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك ووفقا لفيكي بوتنيك المعالج في ترازنا كاليفورنيا، يمكن لأي عاطفة أن تتكثف بشكل مضطرد إلى درجة يصعب التحكم فيها. لذا فإن القدرة على إبقاء مشاعرك تحت السيطرة هي مهارة عظيمة تجعلك تبرز كشخص أكثر نضجا مقارنة بالآخرين. خامسا، عملك يهمك حتى لو كان مؤقتا. هل أنت شخص يهمل عمله لأنه عمل مؤقت؟ إنه من المعتاد رؤية الأشخاص لا يكملون مهامهم بأفضل طريقة فقط لأنهم لن يكونوا هناك بشكل دائم. ومع ذلك إذا كنت شخصا مسؤولا يأخذ وظيفته حتى المؤقتة منها على محمل الجد فأنت أكثر نضجا من الآخرين.
لا يهم ما إذا كنت ستعمل هناك لمدة يوم واحد أو 5 سنوات، فأنت تنجز المهام وتقوم بعملك على أكمل وجه. أنت تدرك أن هذه ميزة رائعة، وأن معظم أصحاب العمل يقدرونها كثيرا. أنت تعلم أن آراء رؤسائك في العمل مهمة لبناء سيرة ذاتية قوية ستساعدك على المضي قدما في أي مسار وظيفي تختاره. سادسا، أنت تركز على تحسين الذات. هل سبق لك أن أخذت إجازة للتركيز على الأشياء التي تحتاجها لتحسين نفسك؟ إذا كنت تقوم بهذا من وقت لآخر، فهذه علامة واضحة على أنك أكثر نضجا من الآخرين. كلما كنت أكثر نضجا، كلما أدركت أن تحسين نفسك باستمرار يجعل حياتك أفضل وأسهل. أنت تدرك أيضا أنه مع استمرارك في تحسين وتطوير نفسك، فإنك تفتح المزيد من الأبواب والاحتمالات بسبب التقدم الذي أحرزته. هذا ما يميزك عن الأشخاص الآخرين الذين لديهم موقف سلبي تجاه تحسينهم لذواتهم. سابعا، أنت لا تنتظر شيئا من الآخرين. هل لديك توقعات عالية تجاه الآخرين غالبا؟ حسنا، هذه إحدى أسهل الطرق لشعور بخيبات الأمل. يعد عدم وجود توقعات تجاه الآخرين علامة كبيرة على أنك أكثر نضجا منهم. هذا لأنه كلما توقعت أكثر من الناس زاد الألم في حياتك. أنت تدرك أنه إذا كنت تريد أن يقوم شخص ما بشيء ما، فيجب أن تكون أول من يبادر. في الختام، إذا كان بإمكانك الارتباط بأي من العلامات التي تمت مناقشتها في هذه المقالة، فأنت أكثر نضجا من غيرك. أنت قادر على التعامل مع المواقف والتغييرات المختلفة بشكل أكثر كفاءة وفعالية من الأشخاص الآخرين. لا تدع نفسك تنغمس في أشياء غير ضرورية، وسعى إلى التقدم نحو أحلامك وأهدافك. إلى اللقاء.